مستمعاتنا مستمعينا برنامجنا متواصلة معكم دائما على راديو أصوات في حصة جديدة من برنامجكم لكل أسرة برفقتكم لمياء المساوي وسيفتي البلغيتي في الإخراج. نهار الخميس كيف ما جرت العادة كيكون حاضر معنا دكتور عماد ميزاب دكتور في الصيدلة ومختص في تداوي بالأعشاب الطبية الطبيعية. اليوم مع دكتور عماد غادي نتكلموا على مسمار الكيف الأسباب اللي كيجي بها هذا المسمار في الرجل أو في القدم ديالنا طرق للعلاج شنو هي الوصفات الشائعة واللي كاينة كثيرة في الانترنت وكنستعملوها ممكن أنها تضرنا أكثر ما ممكن أنها تنفعنا. غادي نتكلموا أيضا على الجراحة في أي مرحلة بالضبط كنوصلوا أننا خصنا نديروا الجراحة باش نعالجوا. فمرحبا بكم باش تواصلوا معنا على 05-22-77-24-24 أو عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك لكل أسرة. دكتور عماد ميزاب صباح الخير. صباح النور اختي لمياء. اش اخبارك؟ صباح الربح والتيسير عليك وعلى جميع الاخوات والاخوه اللي كينورونا في هذا النهار. الله يبارك فيك دكتور عماد. انا كيف ما قلت للمستمعات والمستمعين ديالنا اليوم غنتكلموا على مسمار الكيف. اكيد على مسمار الكيف يمكن كنقولوا قد ما هو صغير قد ما هو مؤلم قد ما هو يزعج وكيسبب يعني ما كيخليناش نمشيو على راحتنا نهائيا خصوصا اذا كنا حفيانين. فاحنا اليوم غنتكلموا على منين كيجي على الاسباب ديالو غنتكلموا على الوصفات الشائعه واللي كاينه كثيره في الانترنت واش خصنا نديروا ليه وصفه طبيعيه واش خصنا ناخذوا له الدواء واش خصنا نديروا له الجراحه وفي اي مرحله كنوصلوا اننا نديروا الجراحه. هادشي اللي غنتكلموا عليه اليوم دكتور. اكيد اختي لمياء ونيت خاصه ان مسمار الكيف في هذه الفتره هذه كاين بزاف ديال الامور الناس اللي كيعانيوا من هذا المشكل هذا وخاصه هاد لا بيريود دو باساج يعني كدوز من فصل الفصل ومساله اخرى هو ان الانسان دابا في هذه الفتره هذه كيستعمل بعض الأحذية اللي كتستعمل البرد ولكن كنلاحظوا أن درجة الحرارة كتطلع خلال اليوم فتتغير درجة الحرارة وكتكون داير واحد الأحذية اللي كتكون سخونة بزاف وهذه فاحنا غادي نشوفوا أمور أخرى اللي يمكن تسبب لنا هذه المشكلة هذا ديال مسمار الكيف. يلا مرحبا بك دكتور عماد والمستمعات والمستمعين ديالنا من بعد أول فاصل موسيقي خليكم معكم على راديو أصوات ومباشرة مستمعاتنا مستمعينا في حلقة اليوم اللي كنخصوها كنتكلموا فيها على مسمار الكيف. هذه الكلمة اللي معروف بها في العامية ديال دكتور عماد وهو فعلا الشكل ديالو تيكون بحال المسمار فمنين كيجي شنو الاسباب ديالو؟ فكاين بزاف ديال الاسباب بزاف ديال الاسباب. اول الاسباب بعدا ما كيكونوش بعدا اول حاجه ما كتكونش عندنا واحد الاحذيه مريحه الانسان كيلبس واحد النوع ديال الصباط اللي ما كيكونش فيه تهويه مثلا واحد النوع اللي كيكون فيه مزموت كيكون فيه السكاي بزاف ما كيكونش فيه الجلد اللي كيعطينا ديك التنفس ولا مثلا واحد الحذاء اللي ما كيعطيناش الراحه ملي كنتمشاو به. علاش؟ لان هذاك الضغط ديال كل نهار على ديك المنطقه وخاصه ملي ما كيكونش الاكسجين كيتزمت كتشوف الرجل ملي كتزمت كترتفع درجه الحراره شنو جلدها كترطب يعني جلدها ملي كترطب كتولي كتبرك عليها اليوم غدا بعد غدا خاصه الناس اللي كتكون عندهم جلده حساسه بزاف فهنا كتبدا كتجمع كتقصح في واحد البلاصه واليوم غدا كيوليو هذوك الطبقات كيتراكموا عليها فهنا كيمكن يتكون عندنا هذا مسمار الكيف. هذه حاجه. كاينه حاجه اخرى ان مسمار الكيف كيكون السبب ديالو هو تعفن فيروسي انها كتجي واحد الفيروسات في ديك المنطقه ديك علاش خصنا نعرفوا ولا البكتيريا حتى هي كدير لنا هذا المشكل هذا حيت هذه المواد هذه وخاصه مثلا البكتيريا كتغذى على دوك الافرازات الدهنيه اللي كتفرز من الدهس ديالنا وخاصه العرق وخاصه المواد اللي يمكن لها تاثر لنا على 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 الجلده ديال 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 الرجل ديالنا فهنا كيتكون الميكروب هو اللي كيعطينا هذا المسمار كيف اللي كيقصح اللي كيولي داير بحال المسمار. عاوتاني كنمشيو لسبب اخر هو المناعه. المناعه ملي كتهبط ما كتبقاش عندنا واحد المناعه في الجلده ديالنا. الا ما بقاتش عندنا المناعه في الجلده ديالنا ما كتبقاش عندنا المرونه ما كتبقاش عندنا ديك ليلاستيسيتي ديال القدم ديالنا وهنا كيولي عندنا هذا المشكل هذا انه كيقصح في ديك البلاصه انه ديك البلاصه كتولي كيفاش كنقولوا حنايا كتكدر لان في بعض الحالات كتحرق بزاف فهذا هو المشكل ديالو. هذا الشيء كامل يمكن له يعطيه لنا او هاد الشيء او هاد الاسباب هذه كامله يمكن هي اللي تعطينا مسمار الكيف. ما تيعاديش دكتور عماد؟ ما كيعاديش لانه هو تجمع ديال الحموله ديال ما عدا الا كان فطريات مثلا هما اللي داروا لنا هذا المشكل هذا بحال دابا الفطريات كيبداو كيحفروا في الجلد ولا البكتيريا. اذا ممكن الفطريات يتحولوا لمسمار الكيف او لا؟ اكيد ممكن يتحولوا غير هو شنو هو الجلده باش نمشيو كقاعده اساسيه الجلده ديال الرجل ديالنا كتفقد
المرونة ديالها. طيب دكتور عماد كنذكر رقمنا باش يتواصلوا معنا المستمعات والمستمعين ويطرحوا السؤال ديالهم عليك 0522 77 24 24 أو صفحتنا الرسمية على الفيسبوك لكل أسرة. سمار كيف كيبان بزاف عند الرجال أكثر من عند النساء؟ لأن باقي بعد النساء راه كيهتموا بالأقدام ديالهم. الرجال كينساو واحد شوية كتعرف الله سلوان جرى ديال النهار الإنسان كيخدم فما كيعطيش واحد الأهمية وخاصة واحد المسألة اللي خصنا نعرفوها أننا مادام وخاصة بالنسبة للإخوان اللي كيخرجوا وكيدوزوا النهار كامل برا الدار بواحد الحذاء فخص بعد الحذاء يكون حذاء مناسب ما يكونش شي من الأحذية اللي كتكون من ماشي جلد اللي ما كيكونش جلد مزيان علاش خاصة كنهضر على الناس اللي عندهم هاد المشكلة ديال المسمار كيف وكيجيهم بزاف ديال المرات. مسألة أخرى خصنا نستعملوا دوك الجوارب خصهم يكونوا ديال القطن ما نستعملوهمش ديال الكوليستير ولا ديال النيلو فهنا كيمكن يأثروا كيمكن يزمتوا لينا الرجل كيمكن يعطيونا مشاكل في القدم ديالنا. هذا من جهة أخرى. مسألة أخرى أن الإنسان خصو يدير واحد العتينة بالرجل ديالو التنظيف اليومي ضروري نستعملوا بعض المنظفات اللي معروفة حتى هي خصها تكون ضرورية وحتى الحذاء نستعملوا واحد الحذاء اللي كنرتاحوا فيه لأن حتى واخا ملي كنديروا داك الضغط ديالنا نحسوا براسنا مرتاحين ما نحسوش بأن داك الحذاء كيفاش كنقولوا قاسح لأن الوقت كل اليوم غدا بعد غدا حتى كتفوت واحد المدة شنو كيوقع أن اللحم كما قلنا كيتضغط في هذيك المنطقة وكيولي كيعطينا هاد المشاكل هادي فهنا خصنا نردوا البال لهاد الامور هادي. طيب دكتور عماد ايضا الاخت ام نزهة كتقول لي السلام عليكم اختي لمياء تحيه لكل دكتور عماد الزوج ديالي كان جا على مسمار الكيف وحيدو وقالوا لي راه ممكن انه يعاود يرجع لك مره اخرى واش صحيح هادشي ولا لا؟ يقدر يرجع اكيد يقدر يرجع لانه مادام جاه مسمار الكيف اذا هو معرض اذا هاد الجلده ديالو انها واحد الجلده اللي حساسه فخصو يرد البال كما قلنا يدير هاد الامور هادي يحاول ياخذ واحد الحذاء اللي يكون مناسب يحاول يستعمل مثلا الكريمات بعض الكريمات لان مرطبه ولا مثلا قبل ما يخرج ولا من بعد ما يجي للدار فهذه كلها امور خصو يديرها باش يحافظ على الرجل ديالو. السؤال ديال فاتي كتقول لي سلام اختي لمياء عافاك راجلي عنده مسمار الكيف الصباح الكبير ديالو ويدو اليمنى وكانت نيضالو فيه كانت نيضالو حبوبه كبيره ودابا ملي كواها مشى دار الكي تقشرات تحيدوا الفطريات ولكن بقات في ديك البلاصه بحال مجموعه الدم فبغى شي علاج. مسمار كيف ممكن يجي في اليد؟ مسمار كيف كيجي في الرجل في الاقدام اكثر ومساله اخرى هو هاد القضيه ديال انه كواها ما بقوش الفطريات بين قوسين. اذا هو هادشي اللي قالت يعني هاد الاخ ديالنا واش كيفاش هو عرف بان الفطريات ما بقاوش كيفاش خصنا نبعدوا من راسنا شويه نحاولوا نتجنبوا هاد الامور هادي ولا مثلا ملي كيكون التولال كنمشيو كنحرقوه بالقصب ولا كنحرقوه بداك ديال الحصيره دوك اللعيبات فهادشي كامل كيخصنا نتجنبوه. علاش؟ لان ملي كيكون عندنا واحد التعفن مازال كنقولها التعفن كيخصو ادويه كيخصنا نقتلوا هذاك الميكروب كيخصنا نقتلوا دوك الفطريات كيخصنا نقتلوا دوك الفيروسات نتهناو منهم. علاش؟ لان هنا الى ما عالجناش واحد العلاج مزيان كيمكن نوصلوا للمضاعفات فهنا الدم هذا اللي يتجمع عليه واش الدم بعدا فيه تعفن ولا ما فيهش فهنا ما يمكنش هو غادي يجي وغادي يدير شي حاجه يقيسها بها ولا هذيك خصو يمشي عند الطبيب باش يعطيه واحد المرهم يعطيه واحد لابوماد اللي كدار ولا يعطيه دواء بعض الادويه اللي كتخاد باش كيمكن له يحيد هاد التعفنات هادي. بزاف ديال الناس كيسولوا على الكي سلوى من اكادير كتقول لك انا فيها مسمار المسمار كيف ولدها الصغير وقالوا لي هاد تيه تكويليه بعود الند قالت لك واش هادشي صح او لا؟ فشوف دابا اللي كيتخايلوا هو ان هذيك البلاصه اللي كتكون ديال المسمار الكيف فيها كيخصها تثقب يعني خصنا نديروا فيها واحد الثقب باش يمكننا نخرجوا داك الميكروب. في بعض الحالات كان كاع بعض الناس اش كيدير؟ كيدير بعض كما كنقولوا حنايا كيحاول يوهم الناس انه كيخرج واحد العود من هذيك المنطقه ولا كيخرج واحد الميكروب من هذيك المنطقه. اذا الكي ممنوع منعا كليا في هذا المشكل هذا. طيب كيخص علاج كيخص علاج لان الا كوينه كيمكن ديك البلاصه اشوف شنو قلنا قبيله على الناس اللي كيجيو مسمار الكيف عندهم البشره كتكون حساسه ورهيفه بزاف فتصور معايا انت غتكويها بالند وغتكوي هذيك المنطقه شنو غيوقع؟ غيوقع التعفن وغادي تفاقم المشكل وغادي يصدق. حنا الا كنا في شي حاجه بسيطه غنوليو في شي حاجه اللي صعيبه شويه. ام انور كتقول لك عندي مسمار الكيف في
الصبع الكبير ديال ايديها وقطعته بمقصد الاظافر وداس مده وناض ليها في رجليها. مهم هذا السؤال. لكن ناض ليها في رجليها في الساق ديالها ونفس الشيء قالت لك قطعته ومشى ودابا عاود رجع وناض ليها في الركبه ديالها. قالت لك واش كاين شي تفسير لهذا الشيء؟ كاين تفسير لان هنا واش مسمار كيف بعدا واش هذا مسمار كيف؟ ماشي تولال، ماشي نوع من التولال، ماشي نوع من التعفن، ماشي نوع من الاصابات الفطريه. حيت الا لاحظتي هو تنقل في الدات كامله، شنو معناتها؟ ان الميكروب مازال عندنا في الدم. وانا كنشكر على هذا السؤال، مهم جدا هذا السؤال ديال اننا اي حاجه كتكون زايده في الدات ديالنا من جلده، من تولال، من خالات، كنجيو كنحيدوهم بالغازواغ ولا كنحيدوهم بالموس ولا كنحيدوهم بالمقص. يعني جميع الالات الحاده يعني غلط. ردوا البال، لان هنا في بعض الحالات كيمكن هذا الشيء يعطينا مضاعفات ويتحول الامور لخطيره، وفي بعض الحالات كيتحول الامور مسرطنه. اذا ردوا البال لهذ الامور، ديما نتفكروا بان كما قلت انا البشره ديال الانسان اللي عنده مسمار كيف كتكون بشره حساسه، بشره رهيفه ما يمكنش نستعملوا لها اي ماده ولا اي مواد. هذه من جهه. من جهه اخرى كاين كما قلنا الناس كتجي كتحيدوا بالغازواغ ولا كتحيدوا بالمقص ولا كتحاول تحيدوا كيصبر زعما وكيحيدوا، ولا مثلا كيسخن هو مثلا الموس كيبغي يحيدوا. فهذا الشيء كلشي مسائل مغلوطه، لان بعدا في ذاك التحياد كيمكن نحيدوا طبقات ديال الجلد. في ذاك التحياد مثلا الا كان هذا تعفني راه ملي كنحيدوه كيمكن اننا بهذاك التحييد اللي كنحيدو كنوصلوا لهذاك التعفن للطبقات اللي كتكون لداخل. وهنا الله يستر كيولي تعفن ديال الرجال وكيوليو عندنا واحد المضاعفات كبيره. وكما قلت ان بعض الناس اللي عندهم واحد لو ريسك ان يتصابوا بالسرطان. شنو كيوقع مني؟ اننا كنحيدوا هذيك الجلده ولا ديك اللحمه ولا ديك التلاله ولا هذاك الطرف ديال اللحم اللي كيكون زايد عندنا في الدات ديالنا وكنحيدوه بواحد الاله حاده. فهنا كيمكن يولد عندنا ذاك التكاثر ديال الخلايا السرطانيه. فهنا خصنا نردوا البال لهاد الامور هذه. يعني ما تعاملوش معها بهذه البساطه. وصفه عاوتاني الشائعه ديال الحنه لاوسين. الحنه اللي فيه ماده اللاوسين، هذه الماده الا درناها بكثير ودهنا على الجلده ديالنا كتنشفها، كتحيد منها الماء، ما كتبقاش فيها المرونه وما كتبقاش فيها الليونه ديالها. اذا هذا الشيء كامل خصنا نردوا ليه البال وما نستعملوش هذه الامور هذه عشوائيه. شنو يمكننا نستعملوا؟ لان غادي قلنا احنا ما ديرش، ولكن غادي غيكون تساؤل ديال الاخوان والاخوات، شنو هو البديل؟ شنو هو البديل؟ هو ديك الترطيب ديال البنطاقه بطريقه طبيعيه. هو كذلك نستعملوا مواد اللي كترجع لنا المرونه ديال هذيك المنطقه، ونستعملوا مواد اللي كتكون مضاده للفطريات والطفيليات. فشنو غنقترح؟ نقترح واحد الكريمه طبيعيه ديال مسمار الكيف اللي غادي ناخذوا فيها زيت الخزامه، زيت الزعتر، وغناخذوا فيها زيت اليازير. معلقه صغيره من كل زيت، غنخلطوها مع 4 المعالق كبار ديال زبده الكاريتي. زيت الخزامه، زيت الزعتر، وزيت اليازير، معلقه صغيره من كل زيت، وكنزيدوا عليها زبده الكاريت، 5 ديال المعالق كبار اللي كنديرهم في حمام مريم. نخلطوا هذا الخليط هذا كامل، نخويه في واحد البواطه، في واحد العلبه حتى يبرد، كتولي كيعطينا كريمه. هذه الكريمه شنو كنديروا؟ في الليل اللي كنجيو كنغسلوا رجلينا مزيان بالماء سخون، كنشفوهم وكنديروهم في واحد المحلول اللي كيكون فيه الماء سخون. المحلول شنو كنديروا فيه؟ كنديروا فيه عريش ديال النعناع. ياك كنديروا عريش ديال النعناع وورقه ديال سيدنا موسى. كنديروا فيه رجلينا حتى كيسخنوا مزيان. ومن بعد كنخرجوهم كنشفوهم وكندهنوا بهذه الكريمه في البلاصه اللي عندنا فيها مسمار الكيف. العمليه كنديروها يوميا حتى كيرطب مسمار الكيف وحتى كيحيد وما كيبقاش عندنا هذا المشكل. هذا يساعد على يعني يساعد على العلاج، يساعد على العلاج، وفي بعض الحالات يكون معالج. اما اذا كان مزمن فاحنا قلنا حيت عاوتاني غادي تجي واحد السؤال، واش يمكننا نستعملوه مع السؤال اللي غيجي هو واش يمكننا نستعملوه مع الادويه. ممكن نستعملوه مع الادويه ويكون هو المرحله الاخيره، من مورا ما كنستعملوا الادويه. طيب كاينه وصفه اخرى اللي كتسول عليها الاخت نجات، كتقول لك فيها زبده الكاريتي، فيها زيت الكبريت، وفيها زيت الحامض. ماشي مشكل. قالت لك واش ممكن هذه الخلطه اننا نستعملوها ما عندها حتى شي ضرر على مسمار الكيف؟ ما عندها حتى شي ضرر، غير هو خصنا نديروها بلي دوزاج ديالها وصافي. معلقه صغيره معلقه صغيره في واحد 3 المعالق كبار ديال زبده الكاريتي. زعما معلقه صغيره من زيت الكبريت ومعلقه صغيره من زيت الحامض، و3 ديال المعالق كبار ديال
زبدة الكاريتي اللي كنخلطوهم في حمام مريم أه. كنخليهم حتى كتبرد وكنستعملوا الكريمه كما قلنا الاستعمال ديال الكريمه اللي هضرت عليها يعني كل نهار خصنا نغسلوا رجلينا في الماء يكون سخون مع ورقه سيدنا موسى مع ورقه النعناع علاش حيت هكاك ورقه النعناع سيلومينطول أه. ورقه سيدنا موسى اللي فيها لاغين واحد الماده اللي مهمه اللي كتعطينا واحد كما كنقولوا حنا كتسرع الدوره الدمويه كتعطينا كتعطينا قابليه باش هذيك الكريمه ملي كنديروها كيولي واحد الامتصاص وكترجع لينا المرونه والليونه ديال البشره ديالنا. طيب شكرا لك دكتور عماد. غادي نمشيو ناخذوا الحسن من ازرو. مرحبا. السؤال ديالو كيخص مرض النقرس. النقرس. مرحبا بك الحسن. السلام عليكم لاله لاباس. عليكم السلام اسيدي. بخير الله يطول عمركم وشكرا على البرنامج. مرحبا الله يبارك فيك. اختي نو كنقول لك راه كنتشكى منها هذه مده وكنعمل احتياط يعني ما انا كنطبخ دوك اللحوم البيضاء الحمراء ويعني مره كندوك اللحوم البيضاء رغم انني كنختبر الدم اللي كنلقى 50 52 حتى 54 حتى 57 ودابا هاد الايامات يعني كنحس بالكبد ديالي الله يجزيكم كيضروني كنحس بالالم وفي الورك. يعني شي وصف الله يكثر خيرك يا دكتور يعني واش ممكن نمارس الرياضه باش يتحرك شي شويه داك الاستديوغيك يعني مع المشيه ولا تنفيدنا وعطينا شي وصف الله يكثر خيرك. اكيد ولكن راه كتاخذ واحد الدواء لا داعي لذكر الاسم ياك؟ خرج لك الطبيب الدواء ياك؟ لا ما كندوش انا كندير غير حتى ديال الدكتور معاك كناخذ مره كناخذ الحامض دابا كنخلطو مع سكين مع الزنجبيل ولا الكرفوس ولا الكركدي يعني ما عمري ما مشيت عند الطبيب الدكتور بلاتي نتفاهموا دابا هذا الحامض مع الزنجبيل كي كتبغينا حنا بغيناك تعطينا المقادير كيفاش كتحضر انت هذا الحامض والزنجبيل لا والو غير كندير واحد الكويس ديال الزنجبيل مطبوخ وكنعصب نص حامضه وكنشربو يعني مورا الفطور بواحد ساعه المكانة تقريبا شحال هذه تقريبا انت كتشرب هذه الوصفه وتكون دابا هاد الوصفه تكون باش بديتها تكون شي 15 يوم 15 يوم حيت اخويا هاد الوصفه الا كملتي بها من لهنا لشهر نعم غادي تسلخ المعده ويولي عندك الدوخه ويولي عندك الغثيان وتولي تحس براسك مرخي عظامك مقرضين عليك اكثر نعم علاش؟ لان هنا ملي كتسلخ المعده شنو كيوقع؟ اننا ما كنبقاوش كنستافدوا من المواد المغذيه اللي كتدخل لينا للداس ديالنا ومن بعد غتولي الدوخه ديال الراس ومن بعد يقدر يولي يهبط لك الطونسيون هادي هضرنا غير على الحامض وهضرنا على السكينجبير والكرافس شنو كدير كطحنهم وكتشربهم ولا كيفاش؟ مره كناكلو هكا وكنغسلو وكناكل شحال تقريبا شحال ديال الكرافس كتاخذ؟ كناخذ شي جوج عروس ولا ثلاثه ديال العروس. ما عندكش طونسيون ما كتعانيش من الطونسيون؟ لا الطونسيون عندي مزيانه يا دكتور. ايوا الحمد لله هذه ماشي مشكل هذه الا كنتي غير ثلاثه ديال العريشات ماشي مشكل ولكن رد البال اخويا عافاك الحامض والسكينجبير وكنصحك بعدا الا عندك النقرس الا كاين هذيك لاكود انك تحس بها طالعه خصك تمشي اخويا عند الطبيب علاش؟ لان كما كنقول ديما سمعتيني اخويا دابا بغيتك منك انت غادي ان شاء الله نتقاسموا الاجر انا وياك علاش باش غادي نفيدوا بزاف ديال الاخوان غيسمعوا لينا وبزاف ديال الاخوات الله يكثر خير منين كيكون عندنا التحاليل بحال هكا طالعين ومنين كيكون لاسيديوغيك طالع ومنين كيكون عندنا مشاكل في التحاليل ديالنا ديال الدم اول حاجه كنمشيو عند الطبيب اخويا وكيعطينا واحد الدواء بعدا غير نهبطوا للحاله الطبيعيه يا اما الا كان طالع شي حاجه اللي ما خصهاش تكون طالعه كنمشيو كناخذوا الدواء مع الطبيب باش يهبط علينا الحاله الطبيعيه الا كانت عندنا شي حاجه ناقصه كنمشيو عند الطبيب باش كيعطينا الدواء باش كيطلع الحاله الطبيعيه ديالها حتى كتوازن ديك الساعه كيمكننا نستعملوا الوصفه الطبيعيه وكيمكننا نستعملوا اي حاجه بغينا اللي كتكون امنه ولكن اخويا انت دابا عندك لاسيديوغيك غادي وكيطلع وانت يا مثلا مشيتي غير بغيتي تشوف الجانب الطبيعي وكيف ما بزاف ديال الناس كيقول لك اودي نشوف انا غير الاعشاب راه مزيانين الدواء راه قهرنا دار لينا لا بالعكس انا الدواء خصك تاخذه باش يرجعك للحاله الطبيعيه ديالك وديك الساعه مين تولي بخير ان شاء الله عاد ندوزو الوصفات وندوزو الامور الطبيعيه باش نبقاو محافظين على الصحه ديالنا فالنصيحه اللي كنقول الاخ ديالي كنقول ليه انه يمشي عند الطبيب فراه كاين واحد الدواء لا داعي لذكر الاسم وهذاك الدواء اصلا مستخلص من النباتات اللي هو معروف ديال لاكوت وديال هاد الامراض هذه فغادي ياخذوا ان شاء الله والامور غادي تولي بخير ومن بعد يمكن له يستعمل الوصفات الطبيعيه غير هي هاد الوصفه ديال السكينجبير والحامض صعيبه بزاف لازينك بيغين اللي في السكينجبير زائد لاسيد سيتريك اللي كيكون عندنا في الحامض ما كيتخلطوا كيعطيونا مركب اش نقول لك بحال كناخذوا الشاليمو وكنحرقوا به المعده ديالنا وكتعطينا واحد الحرقه اللي كتكون طالعه بزاف وحتى الافرازات ديال الحمض اللي كيكون عندنا في المعده كيتفرز بواحد الطريقه كبيره وكيأثر لينا على الصحه ديالنا. طيب واضحه الامور شكرا لك دكتور عماد غادي ناخذوا زينب من خنيفرة السلام عليكم زينب. وعليكم السلام السلام عليكم اختي الله ينوركم
الله يخليكم دائما ناشطين ومزيانين. شكرا بزاف كنشكركم. بغيت نسولكم على زيت الارض. سمعت الدكتور هضر عليها وبنتي تاعي انا عندها 11 عام وما عندهاش الطول. جيتها للطبيب ومازال درت تحاليل ما لقيتش، قال لك النموم ديالها عيان تيتزاد بواحد النسبه قليله. وبغيت نعطيها زيت الارز، راه شريته عندي في الدار شي مده شي 10 ايام وانا كنصوني عاد اليوم اللي شفت ليها الخط الحمد لله. وبغيت نعطيها ليها شنو الطريقه باش نعطيها، ما قيدتهاش ما بقاتش عندي مرض. ماشي مشكل، انا غير قولي لي واش عندك، واش هذا الزيت ولا زيت اساسي، يعني واش الروح ديال الارز ولا زيت الارز؟ لا الزيت. الزيت قرعه كبيره؟ كي دايره القرعه؟ لا شريت انا غير قرعه صغيره. لا ولكن كبيره شويه، ماشي صغيره بزاف. يعني تكون المهم يكون فيها كاس كاع. ايوا صافي هي هذيك، حيت كون كانت قرعه صغيره بزاف غادي تكون الروح. تكون زيت الاساسي. فوالا هادشي اللي سولت انا. اذا اختي غتاخذي نص معلقه صغيره وتعطيها للبنيه في الصباح وفي الغداء وفي الليل. مورا الماكلة. معلقة صغيرة. نص معلقة، نص معلقة صغيرة. نص معلقة من بعد الوجبة، من بعد الغداء ومن بعد الفطور. أي من بعد الفطور ومن بعد الغداء ومن بعد العشاء. الله يخليك يا دكتور. صافي. شحال المدة ديال الأش؟ غادي تستعمليه واحد المدة ديال 3 شهور إن شاء الله. إيوا الله يخليكم. شكرا. صافي غير هو عافاك ذاك الزيت، الله يخليك خذيها من البلاصة اللي تكون آمنة، الصيدلية ولا شي صيدلية. من واحد الجمعية. صافي. من واحد. صافي صافي مزيان. واحد الجمعية اللي كتحط التعاونية. ميدل التعاونية. إيوا صافي راه ميدل ماشي مشكل، إذا أنت التعاونية. إيوا من ميدل جايين دايرين عندنا الفرع أنا في خنيفرة وخديتها من عندهم. إيوا مزيان، لأن التعاونيات كيكون الحمد لله دابا راه عندهم ترخيصات وعندهم أمور اللي قانونية. وامور ذات جوده عاليه، وخصنا نشجعوا حتى التعاونيات باش نتعاونوا مع المنتوجات ديال بلادنا. ف الا كانت خديتيها متعاونيه ماشي مشكل، وان شاء الله غتعطيك نتيجه باذن الله. ان شاء الله. شكرا شكرا لك زينب. غادي ناخذ السؤال ديال فاطمه الزهره من نواصر. السلام عليكم فاطمه الزهره. وعليكم السلام اختي لمياء. مرحبا بك على اصوات. السلام عليكم دكتور ايمن. وعليكم السلام اختي مرحبا. شكرا بزاف على هذا البرنامج، كنشكركم على هذه الوصفات اللي كتعطيونا يوميا. الله يبارك فيك مرحبا اختي. عندي جوج الاسئله، واحد في الموضوع واحد خارج الموضوع. كان عندي واحد مسمار كيف كان عندي في صبعي، كان معوج ليا صبعي، ومن بعد درت ليها واحد العشبه ما عرفتش واش تعرفها سميتها صوات العزاره. شديت واحد الغازوار حيت غير الجلده الفوقانيه ما تقش ما والو، غير هذيك الجلده كانت ميته. فهمتك. وحكيت لها هذاك العشبه قد ما وصافي وخليتها قد ما هذاك هي كتعطي هذاك اللون كتبقى كيولي لون كحل. قد ما اللون كيحيد ملي حيد اللون كامل ما بقاش صبعي كاع مره. فهذيك ماشي قضيه انها حيدت، لان منين حيدتيها بالغازوار الحمد لله انك ما قصيتش شي حاجه اللي صعيبه. حيدت غير الجلده الفوقانيه. غير هو الشيء هو من الاول بعدا من الاول هذه العمليه اللي درتيها ما كما كنقولوا حنايا باطله. يعني من الاول ديالها ما كانش خاصك ديريها اختي. انا مازال كنقول راه هاد التدخلات بحال هكا ديال او هاد العمليات البسيطه اللي كدار بهاد المسائل الحاده راه ما كيديرهاش الانسان نديتو لراسو. شي ولو انه خصو يتحيد مثلا ولا خصو شي بلاصه خصها تكرات ولا شي بلاصه خصها تقطع ولا شي بلاصه خصها تتنجر، فهادشي كامل كيدار في المستوصفات كيديروهم يا اما ديزانفيرمي يعني الممرضين او الممرضات اللي كيكونوا متخصصين في هذا المجال ولا كيديرها طبيب. فهادشي عافاك كنحاولوا نتجنبوه اختي. عرفتي في خبارك راه داك الزيزوار ولو يكون فيه غير شويه ديال الميكروب، غير شويه عرفتي شحال ديال الميكروبات، راه البلايين ماشي الملايير، البلايين ديال الميكروبات اللي كتسارى في الجو، راه يكون غير ميكروب بسيط ويقيسك ويدخل لك الجلده ديالك من القدم ديالك ويمشي للدات، راه يدير لك مشاكل اللي ما عمرك ما شفتيها اختي. سمعتي؟ انا بالعاني يعني حاولت ناخذ الحاله ديالك، حيت حنا دائما كناخذوا واحد الحاله، كنتقاسموا حنا عائله كنتقاسموا واحد الحاله، وكنحاولوا كل شيء يستافد من هذه الحاله هذه باش ما باقيش نعاودوا نديروا بحال هذه الامور هذه اللي مغلوطه. صافي؟ داكشي علاش شاركت معكم هذا. لا مزيان اختي، ما عندي ما نسالك، ما عندي ما نسالك، وحنا استفدنا من هذه المعلومه. شنو هو السؤال الثاني ديالك؟ السؤال ديالي اني عندي وجهي فيه خالات بزاف. اييه. وجابت لي من واحد البرودوي قالت لي انا من بعد اكتشفت ان هذاك البرودوي كيحيدوا به التلال. اييه اها. جات وحطاته لي على هذاك الخالات، انا عندي ماشي خالات باين في وجهي بزاف، غير مقاطع كيطلعوا بزاف كيوليو خالات. دابا باش قالت لي عقدوني هذاك الخالات كيطلعوا لي كل مره في وجهك. جابت هذاك البرودوي وحطاته لي على وجهي. وحرقك. وي صوتوا لي الجلده ديال وجهي. من بعد
ولاو كيبانوا بحال الكويات، كتبان الجلده شويه ديالهم هابطه على الوجه العادي. فهمت ولكن هذا البشره ديالي انا حساسه بزاف، غير كتهيج باي ماسك كنديرو اي حاجه. دابا شو عاد ولات ولا كانت؟ شنو هو؟ البشره حساسه عاد ولات ولا كانت عندك البشره حساسه؟ لا عندي ديجا البشره حساسه، خصوصا ملي كندير العسل اي بشره اي ماسك كنكون فيه العسل كيهيج ليا البشره ديال وجهي كيولي احمر وكنولي نحك بزاف. وعندي ودابا وحده من هذاك النقاط اللي كانت حطات عليها ولات بيضاء. نقطة بيضاء وحدة فيهم ولات بحال الحبوبة. غتولي بيضاء عرفتي علاش؟ مشيت واحد المرة عند واحد الدرماطولوج قالت لي راه غير بنتي غير سيكاتخيس بقاو لك في وجهك. وخرجت لي بزاف ديال الدوايات ولكن بقاو لي هذاك السيكاتخيس، خاصة من كنكون خارجة من الحمام كيكون وجهي أحمر كتبان هذيك النقطة في الخد ديالي بيضاء والاخرين كيبانوا كحلين. فهمتك أختي، شوف غير باش نتفاهموا عفاك باش هذه معلومة ما خصهاش تدوز، لانني حتى انا كنتمي للاسره ديال الصيادله وحتى انا راني صيدلي، فراه ماشي الدواء هو اللي دار هذا المشكل، لان هذاك الدواء حنا كنعرفوا. لا باش نشرح لك هو باش نتقاسموا اختي، دابا انا سمعت دابا سمعتك ياك، دابا تخليني باش نهضر انا باش كلشي يستافد ان شاء الله. صافي يلاه واسمعي باش انت تدي واحد المعلومه عندك وان شاء الله الامور غتولي بخير. هذاك الدواء ديال التولال كيصلاح للتولال، وهي دابا الوالده دابا انا فهمتها هي ميقات الخاله، ولكن ماشي داك النوع ديال الخالات، كيصلح لدوك الخالات دوك لي بوليب، واحد الجليدات اللي كيكونوا خارجين في العنق، الا لاحظتوا راه كتعرفيهم دوك الجليدات كيكونوا خارجين صغيورين كحل في العنق ولا في الداز، هذوك هما اللي كيتحركوا بهذاك البرودوي، هذاك البرودوي راه حمض، راه اسيد. فهذاك ملي كيتحط على داك التولال ولا كيتحط على دوك الجليدات اللي كيكونوا في العنق كيتحرقوا فعلا وكيحيدوا، ولكن باش كيدار مباشره على البشره وعلى خاله، فالخاله هذاك تكوين بيولوجي، هذاك الشيء وراثي. الخاله ما يمكنش حنا نحيدوا الخاله، هذاك الشيء خليقه ديال الله سبحانه وتعالى. وزيدوا نرى الخاله راه شحال من واحد كيمشي يدير التجميل باش يزيد الخالات في الوجه ديالو ولا يزيدهم في الجسم ديالو. اذا هذا الشيء راه ماشي عيب ان يكون الخالات، كيمكن نوقفوهم ولكن ماشي ان الخالات نعالجوهم نحيدوهم نهائيا. اذا شنو وقع لك؟ ان منين درتيها علاش ولات لك عندك ديك البلاصه بيضاء؟ حيت عندك ديك الميلانوسيت، ذاك واحد الخلايا اللي كتفرز الميلانين، اش وقع؟ تحرقات، ما بقاش كتخرج لينا الميلانين. الميلانين هي ديك الماده، واحد الماده كتكون اللون ديالها اسود، منين كتخرج كتعطينا داك اللون، ولكن هي ما بقاتش، داكشي باش ولاو عندك هاد البقع هادي. دابا شنو غديري؟ بعدا غديري واحد الشهرين ديال زيت اللوز الحلو في الوجه ديالك، غدهنيها بالليل وتباتي بها واحد الماساج 5 دقائق وتباتي بها. تفوتي شهرين غتولي كديري معلقه كبيره ديال زيت السلميه ومعلقه كبيره ديال زيت البابونج، خلطيهم واللي تحيدي زيت اللوز الحلو وتولي هادو ملي دير بهم مساج على الوجه ديالك واحد الخمسه ديال الدقائق وتباتي به وتداومي عليه على الاقل واحد المده ديال 4 شهور، وهكا غادي تكون مده ديال 7 شهور وداك الشيء اللي باقي فيه الحيويه غيرجع، وحتى التوقيف ديال داك البقع وديال ديال ديال الخالات غادي يحيد، يعني ما غيبقاوش كيتكاثروا. واهم حاجه غادي تستعملي ليكخون، اذا ليكخون ضروري ومؤكد، ما خصوش يخطاك لان البشره عندك حساسه. فالدليل علاش عندك البشره حساسه بزاف هما الخالات اللي كيبانوا بزاف في الوجه ديالك، علاش؟ لان غير ملي كيقيسوا الضو ديال الشمس او الضو ديال النهار كيعطيوك هذا المشكل هذا. صافي تفهمنا اختي؟ كاينه وصفه اخرى اللي كتسوى عليها الاخت نجات، كتقول لك فيها زبده الكاريتين، فيها زيت الكبريت، وفيها زيت الحامض. ماشي مشكل. قالت لك واش ممكن هذه الخلطه اننا نستعملوها ما عندها حتى شي ضرر على مسمار الكيف؟ ما عندهاش حتى شي ضرر، غير هو خصنا نديروها بلي دوزاج ديالها وصافي، معلقه صغيره معلقه صغيره في واحد 3 معالق كبار ديال زبده الكاريتي، زعما معلقه صغيره من زيت الكبريت ومعلقه صغيره من زيت الحامض وثلاثه ديال المعالق كبار ديال زبده الكاريتي اللي كنخلطهم في حمام مريم وكنخليهم حتى كتبرد، وكنستعملوا الكريمه كما قلنا الاستعمال ديال الكريمه اللي هضرت عليها. يعني كل نهار خصنا نغسلوا رجلينا في الماء يكون سخون مع ورقه سيدنا موسى مع ورقه النعناع. علاش؟ حيت هكاك ورقه النعناع سلومينطول ورقه سيدنا موسى اللي فيها الله وغينا واحد الماده اللي مهمه اللي كتعطينا واحد كما كنقولوا حنا كتسرع الدوره الدمويه كتعطينا كتعطينا قابليه باش هذيك الكريمه ملي كنديروها كيولي واحد الامتصاص وكترجع لينا المرونه والليونه ديال البشره ديالنا. طيب شكرا لك دكتور عماد، غادي نمشيو ناخذوا الحسن من ازرو. مرحبا. السؤال ديالو كيخص مرض النقرس. النقرس. مرحبا بك الحسن. السلام عليكم. عليكم السلام اسيدي. بخير الله يطول عمركم، شكرا على البرنامج. مرحبا الله يبارك فيك. اختي نو كنقول لك راه كنتشكى منه هذه مده وكنعمل احتياط، يعني ما انا كنبسط دوك اللحوم البيضاء بزاف الحمراء
ويعني مره كنذوق اللحوم البيضاء رغم انني كنختبر شي كنلقى 50 52 حتى 54 حتى 57 ودابا هاد الايامات يعني كنحس بكفي ديالي الله يجزيكم كيضروني كنحس بالالم وفي الورك يعني شي وصف الله يكثر خيرك يا دكتور يعني واش ممكن نمارس الرياضه باش يتحرك شي شويه داك لاستيديو غيك يعني مع المشيه ولا تنفيدنا وعطينا شي وصف الله يكثر خيرك اكيد ولكن راه كتاخذ واحد الدواء لا داعي لهذاك الاسم ياك خرج لك الطبيب الدواء ياك لا ما كندوش انا كندير غير حتى ديال الدكتور معاك انا اخويا مره كناخذ الحامض دابا كنخلطو مع سكين مع الزنجبيل ولا الكرفوس ولا الكركدي يعني ما عمري ما مشيت عند الطبيب ديال الدكتور بلاتي غنتفاهمو دابا هاد الحامض مع الزنجبيل كي كتبغينا حنا بغيناك تعطينا المقادير كيفاش كتحضر انت هاد الحامض والزنجبيل لا والو غير كندير واحد الكويس ديال الزنجبيل مطبوخ وكنعصب نص حامض وكنشربو يعني مورا الفطور بواحد الساعه ديال المكانه تقريبا شحال هادي تقريبا انت كتشرب هاد الوصفه وتكون دابا هاد الوصفه تكون باش بديتها تكون شي 15 يوم 15 يوم حيت اخويا هاد الوصفه الا كملتي بها من لهنا للشهر نعم غادي تصلخ المعده ويولي عندك الدوخه ويولي عندك الغثيان وتولي تحس براسك مرخي عظامك مقرضين عليك اكثر نعم علاش؟ لان هنا ملي كتصلخ المعده شنو كيوقع؟ اننا ما كنبقاوش كنستافدوا من المواد المغذيه اللي كتدخل لينا للدس ديالنا ومن بعد غتولي الدوخه ديال الراس ومن بعد يقدر يولي يهبط لك الطونسيون هادي هضرنا غير على الحامض وهضرنا على سكينجبير والكرافس شنو كدير كطحنهم وكتشربهم ولا كيفاش؟ مرة كناكلو هكا وكنغسلو وكناكل شحال تقريبا شحال ديال الكرافس كتاخذ؟ كناخذ شي جوج عروس ولا ثلاثة ديال هاد العروس ما عندكش طونسيون ما كتعانيش من الطونسيون لا الطونسيون عندي مزيانة ودي دكتور ايوا الحمد لله هادي ماشي مشكل هادي إلا كنتي غير ثلاثة ديال العريشات ماشي مشكل ولكن رد البال أخويا عافاك الحامض وسكينجبير وكنصحك بعدا إلا عندك النقراس إلا كاين هذيك لاكوت أنك تحس بها طالعة خصك تمشي أخويا عند الطبيب علاش؟ لأن كما كنقول ديما سمعتيني اخويا دابا بغيتك منك انت غادي ان شاء الله نتقاسموا الاجر انا وياك علاش باش غادي نفيدوا بزاف ديال الاخوان غيسمعوا لينا وبزاف ديال الاخوات الله يكثر خير منين كيكون عندنا التحاليل بحال هكا طالعين ومنين كيكون لاسيديوغيك طالع ومنين كيكون عندنا مشاكل في التحاليل ديالنا ديال الدم اول حاجه كنمشيو عند الطبيب اخويا وكيعطينا واحد الدواء بعدا غير نهبطوا للحاله الطبيعيه يا اما الا كان طالع شي حاجه اللي ما خصهاش تكون طالعه كنمشيو كناخذوا الدواء مع الطبيب باش يهبط علينا الحاله الطبيعيه الا كانت عندنا شي حاجه ناقصه كنمشيو عند الطبيب باش كيعطينا الدواء باش كيطلعها الحاله الطبيعيه ديالها حتى كتوازن ديك الساعه كيمكننا نستعملوا الوصفه الطبيعيه وكيمكننا نستعملوا اي حاجه بغينا اللي كتكون امنه ولكن اخويا انت دابا عندك لاسيديوغيك غادي وكيطلع وانت يا مثلا مشيتي غير بغيتي تشوف الجانب الطبيعي وكيف ما بزاف ديال الناس كيقول لك اودي نشوف انا غير الاعشاب راه مزيانين الدواء راه قهرنا دار لينا لا بالعكس هنا الدواء خصك تاخذه باش يرجعك للحاله الطبيعيه ديالك وديك الساعه مين تولي بخير ان شاء الله عاد ندوزو الوصفات وندوزو الامور الطبيعيه باش نبقاو محافظين على الصحه ديالنا فالنصيحه اللي كنقول الاخ ديالي كنقول ليه انه يمشي عند الطبيب فراه كاين واحد الدواء لا داعي ليه ديك الاسم وهذاك الدواء اصلا مستخلص من النباتات اللي هو معروف ديال لاكوت ودير هاد الامراض هادي فغادي ياخذوا ان شاء الله والامور غادي تولي بخير ومن بعد يمكن له يستعمل الوصفات الطبيعيه غير هي هاد الوصفه ديال السكينجبير والحامض صعيبه بزاف لا زينكبيرين اللي في السكينجبير زائد لاسيد سيتريك اللي كيكون عندنا في الحامض ما كيتخلطوا كيعطيونا مركب اش نقول لك بحال كناخذوا الشاليمو وكنحرقوا به المعده ديالنا وكتعطينا واحد الحرقه اللي كتكون طالعه بزاف وحتى الافرازات ديال الحمض اللي كيكون عندنا في المعده كيتفرز بواحد الطريقه كبيره وكيأثر لينا على الصحه ديالنا. طيب واضحه الامور شكرا لك دكتور عماد غادي ناخذوا زينب من خني فراس السلام عليكم زينب. عليكم السلام السلام عليكم اختي الله ينوركم الله يخليكم دائما ناشطين ومزيانين شكرا بزاف كنشكركم بغيت نسولكم على زيت الارز سمعت الدكتور هضر عليها وبنتي تاعي انا عندها 11 عام وما عندهاش الطول جيتها للطبيب ومازال درت التحاليل ما لقيتش قال لك النموم ديالها عيان تزاد بواحد النسبه قليله وبغيت نعطيها زيت الارز راه شريت وعندي في الدار شي مده 10 ايام وانا كنصوني عاد اليوم اللي شتيها الخط الحمد لله وبغيت نعطيها ليها شنو الطريقه باش نعطيها ما قيدتهاش ما بقاتش عندي مرض ماشي مشكل انا غير قولي لي واش عندك واش هذا الزيت ولا زيت اساسي يعني واش الروح ديال الارز ولا زيت الارز؟ لا الزيت الزيت قرعه كبيره كي دايره القرعه؟ لا شريت انا غير قرعه صغيره لا ولكن كبيره شويه ماشي صغيره بزاف يعني ما تكون
المهم كنت عكاس كاع. ايوا صافي هي هذيك، حيت كيكون كانت قريعه صغيره بزاف غادي تكون الروح. غتكون زيت الاساسيه. فوالا هادشي اللي سولت انا. اذا اختي غتاخذي نص معلقه صغيره غتعطيها للبنيه في الصباح وفي الغداء وفي الليل. مورا الماكله. معلقه صغيره. نص معلقه، نص معلقه صغيره. نص معلقه من بعد الوجبه، من بعد الغداء ومن بعد الفطور. اي من بعد الفطور ومن بعد الغداء ومن بعد العشاء. الله يخليك دكتور. مش شحال المده ديال العشاء؟ غادي نستعمليه واحد المده ديال 3 شهور ان شاء الله. ايوا الله يخليكم. شكرا. غير هو عافاك دوك داك الزيت الله يخليك خذيها من البلاصه اللي تكون امنه في الصيدليه ولا شي صيدليه. من واحد الجمعيه. صافي. من واحد. صافي صافي مزيان. واحد الجمعيه اللي كتعاونيها. تعاونيها. ميدل التعاونيه. ايوا صافي راه ميدل ماشي مشكل اذا انت التعاونيه. ايوا من ميدل جايين دايرين عندنا الفرع انا في خنيفره وخديتها من عندهم. ايوا مزيان لان التعاونيات كيكون الحمد لله دابا راه عندهم ترخيصات وعندهم امور اللي قانونيه وامور ذات جوده عاليه وخصنا نشجعوا حتى التعاونيات باش نتعاونوا مع المنتوجات ديال بلادنا. ف الا كانت خديتيها متعاونيه ماشي مشكل وان شاء الله غتعطيك نتيجه باذن الله. ان شاء الله. شكرا. شكرا لك زينب. غادي ناخذ السؤال ديال فاطمه الزهراء من نواصر. السلام عليكم فاطمه الزهراء. وعليكم السلام اختي لمياء. مرحبا بك على اصوات. السلام عليكم دكتور ايمن. وعليكم السلام اختي مرحبا. شكرا بزاف على هذا البرنامج، كنشكركم على هذه الوصفات اللي كتعطيونا يوميا. الله يبارك فيك مرحبا اختي. عندي جوج الاسئله، واحد في الموضوع واحد خارج الموضوع. كان عندي واحد مسمار الكيف كان عندي في صبعي، كان معوج ليا صبعي ومن بعد درت ليها واحد العشبه ما عرفتش واش تعرفها سميتها صوات العزاره. شديت واحد الغازوار حيت غير الجلده الفوقانيه ما تقش ما والو غير هذيك الجلده كانت ميته. فهمتك. وحكيت ليها هذاك العشبه قد ما وصافي وخليتها قد ما هذاك هي كتعطي هذاك اللون كتبقى كيولي لون كحل قد ما اللون كيحيد وملي حيد اللون كامل ما بقاتش في صبعي كاع مره. فهذيك ماشي قضيه انها حيدت لان منين حيدتيها بالغازوار الحمد لله انك ما قصيتش شي حاجه اللي صعيبه. حيت غير الجلده الفوقانيه. غير هو الشيء هو من الاول بعدا من الاول هذه العمليه اللي درتيها ما كما كنقولوا حنايا باطله من الاول ديالها ما كانش خاصك ديريها اختي. انا مازال كنقول راه هاد التدخلات بحال هكا ديال او هاد العمليات البسيطه اللي كدار بهاد المسائل الحاده راه ما كيديرهاش الانسان نديتو لراسو شي ولو انه خصو يتحيد مثلا ولا خصو شي بلاصه خصها تكرات ولا شي بلاصه خصها تقطع ولا شي بلاصه خصها تتنجر فهادشي كامل كيدار في المستوصفات كيديروهم يا اما ديزانفيرمي يعني الممرضين او الممرضات اللي كيكونوا متخصصين في هذا المجال ولا كيديرها طبيب فهادشي عافاك نحاولوا نتجنبوه اختي. عرفتي في خبارك راه داك الزيزوار ولو يكون فيه غير شويه ديال الميكروب غير شويه عرفتي شحال ديال الميكروبات راه البلايين ماشي الملايير البلايين ديال الميكروبات اللي كتسارى في الجو راه يكون غير ميكروب بسيط ويقيسك ويدخل لك الجلده ديالك من القدم ديالك ويمشي للدات راه يدير لك مشاكل اللي ما عمرك ما شتيها اختي سمعتي؟ انا بالعاني يعني حاولت ناخذ الحاله ديالك حيت حنا دائما كناخذوا واحد الحاله كنتقاسموا حنا عائله كنتقاسموا واحد الحاله وكنحاولوا كل شيء يستافد من هذه الحاله هذه باش ما باقيش نعاودوا نديروا بحال هذه الامور هذه اللي مغلوطه صافي؟ داكشي علاش شاركت معكم هادشي. لا مزيان اختي ما عندي ما نسالك ما عندي ما نسالك وحنا استفدنا من هذه المعلومه. شنو هو السؤال الثاني ديالك؟ السؤال ديالي اني عندي وجهي فيه الخالات بزاف. اييه. وجابت لي من واحد البرودوي قالت لي انا من بعد اكتشفت ان هذاك البرودوي كيحيدوا به التلال. اييه اها. جات وحطاته لي على هذاك الخالات. انا عندي ماشي خالات باينين في وجهي بزاف غير نقاطي كيطلعوا بزاف كيوليو خالات. دابا باش قالت لي عقدوني هذاك الخالات كيطلعوا لي كل مره في وجهك. جابت هذاك البرودوي وحطاته لي وحرقت على وجهي وحرقت وي صوتوا لي صوت لي الجلده ديال وجهي. من بعد ولاو كيبانوا بحال الكويات كتبان الجلده شويه ديالهم هابطه على الوجه العادي. فهمت ولكن هذا نعم. بالنسبه ديالي انا حساسه بزاف غير كتهيج اي ماسك كنديرو اي حاجه. دابا شو عاد ولات ولا كانت؟ شنو هو؟ البشره حساسه عاد ولات ولا كانت عندك البشره حساسه؟ لا عندي ديجا البشره حساسه سيغتو ملي كندير العسل اي بشره اي ماسك كنكون فيه العسل كيهيج لي البشره ديال وجهي كيولي احمر وكنولي نحك بزاف. وعندي ودابا وحده من هذاك النقاط اللي كانت حطات عليها ولات بيضة. نقطة بيضة وحده فيهم ولات بحال الحبوبة. غتولي بيضة عرفتي علاش؟ مشيت واحد المرة عند واحد الدرماطولوج قالت لي راه غير بنتي غير سيكاتخيس بقاو لك في وجهك. وخرجت لي بزاف ديال الدوايات ولكن بقاو لي هذاك السيكاتخيس سيغتو ملي كنكون خارجة من الحمام كيكون وجهي أحمر كتبان هذيك النقطة في الخد ديالي بيضة
والاخرين كيبانو كحلين. فهمتك اختي. شوف غير باش نتفاهموا عافاك باش هذه المعلومه ما خصهاش تدوز، لانني حتى انا كنتمي للاسره ديال الصيادله وحتى انا راني صيدلي، فراه ماشي الدواء هو اللي دار هذا المشكل، لان هذاك الدواء حنا كنعرفوا. لا باش نشرح لك، هو باش نتقاسموا اختي. دابا انا سمعت، دابا سمعتك ياك، دابا تخليني باش نهضر انا باش كلشي يستافد ان شاء الله. صافي يلاه واسمعي باش انت دي واحد المعلومه عندك وان شاء الله الامور غتولي بخير. هذاك الدواء ديال التولال كيصلاح للتولال، وهي دابا الوالده، دابا انا فهمتها هي مين قالت الخاله، ولكن ماشي داك النوع ديال الخالات، كيصلح لدوك الخالات دوك لي بوليب، واحد الجليدات اللي كيكونوا خارجين في العنق. الا لاحظتوا راه كتعرف فيهم دوك الجليدات كيكونوا خارجين صغيورين كحل في العنق ولا في الداز، هذوك هما اللي كيتحركوا بهذاك البرودوي. هذاك البرودوي راه حمض، راه اسيد، فهذاك ملي كيتحط على داك التولال ولا كيتحط على دوك الجليدات اللي كيكونوا في العنق كيتحرقوا فعلا وكيحيدوا، ولكن باش كيدار مباشره على البشره وعلى خاله، فالخاله هذاك تكوين بيولوجي، هذاك شيء وراثي. الخاله ما يمكنش حنا نحيدوا الخاله، هذاك الشيء خليقه ديال الله سبحانه وتعالى. وزيدون راه الخاله راه شحال من واحد كيمشي يدير التجميل باش يزيد الخالات في الوجه ديالو ولا يزيدهم في الجسم ديالو. اذن هذا الشيء راه ماشي عيب ان يكون الخالات، كيمكن نوقفوهم، ولكن ماشي ان الخالات نعالجوهم نحيدوهم نهائيا. اذن شنو وقع لك؟ ان منين درتيها علاش ولات لك عندك ديك البلاصه بيضاء؟ حيت عندك ديك الميلانوسيت، ذاك واحد الخلايا اللي كتفرز الميلانين، اش وقع؟ تحرقات، ما بقاش كتخرج لينا الميلانين. الميلانين هي ديك الماده، واحد الماده كتكون اللون ديالها اسود، منين كتخرج كتعطينا داك اللون، ولكن هي ما بقاتش، داكشي باش ولاو عندك هاد البقع هادي. دابا شنو غديري؟ بعدا غديري واحد الشهرين ديال زيت اللوز الحلو في الوجه ديالك، غدهنيها بالليل وتباتي بها واحد المساج 5 دقائق وتباتي بها. تفوتي شهرين غتولي كديري معلقه كبيره ديال زيت السلميه ومعلقه كبيره ديال زيت البابونج، خلطيهم واللي تحيدي زيت اللوز الحلو وتولي هادو ملي دير بهم مساج على الوجه ديالك واحد 5 ديال الدقائق وتباتي به وتداومي عليه على الاقل واحد المده ديال 4 شهور، وهكا غادي تكون مده ديال 7 شهور وداك الشيء اللي باقي فيه الحيويه غيرجع، وحتى التوقيف ديال داك البقع وديال ديال ديال الخالات غادي يحيد، يعني ما غيبقاوش كيتكاثروا. واهم حاجه غادي تستعملي ليكرون، اذا ليكرون ضروري ومؤكد، ما خصوش يخطاك لان البشره عندك حساسه، فالدليل علاش عندك البشره حساسه بزاف هما الخالات اللي كيبانوا بزاف في الوجه ديالك. علاش؟ لان غير ملي كيقيسوا الضوء ديال الشمس او الضوء ديال النهار كيعطيوك هذا المشكل هذا. صافي تفهمنا اختي؟ ودائما دائما حنا كنواصلوا مع المستمعات والمستمعين ديالنا باش نعطيهم النصائح اللي فعلا غادا تفيدهم دكتور عماد، فشكرا لك على كل هاد النصائح اللي كتقدم لنا. كنتمنى ان الاستفاده تكون يعني عامه عند المستمعات والمستمعين، ومنين ناخذوا وصفات طبيعيه من عند دكتور عماد تاكدوا بانها وصفات اللي ما غاداش تضركم، غادا تنفعكم. فما نزيدوش وما نقصوش وما نديروش شي حاجه اللي حنا ما متاكدينش منها. فشكرا لك دكتور عماد ميزاب، شكرا ايضا لسيف الدين بلغي في الإخراج. بعد لحظات أخبار الظهيرة على راديو أصوات.